ملفين مهمين، ملف الكهرباء وملف عقود لاعبي نادي الزمالك، هتتعامل ازاي مع هذا الملف؟ طيب انا عندي عقود لاعبي نادي الزمالك نقدر من خلال الفتره الجايه ان احنا في توقفات للدوري العام نعم كتيره نعم، فانا عندي فرصه ان انا اروح العب في الدول العربيه نعم، يعني افكر ان انا اروح مثلا السعوديه ماتشات مباريات وديه كويس طبعا، تاخد مقابل فلوس طبعا كويس طبعا، ان بيبقى عنده حشد غير طبيعي في المصريين اللي موجودين بره، فكرت السعوديه الامارات كل الكويت البحرين عمان كويس. كل بفكر كويس، فدي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عندنا جزء من الدخل كويس.